بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي هاد الفيديو تلقاكم كامل الخير وكامل مهنيين. هنا راح نديروا اليوم كسر المحشية داخل الفرن. كانت طلبتها مني أخت من أخوات اللي راهم في المهجر، نحيي كامل الجالية تاعنا اللي راهي في المهجر. قالت لي نديرها داخل الفرن، تجيني يابسة تعيشي ديريها لي وبحشوة بالسلق. نبداو على بركة الله. بسم الله. هنا حطيت في الغيسيبيون تاعي 4 كيسان تاع سميد رطب، صيرتهم ملحتهم خلطت، نزيد عليهم مغرف لهنايا تاع خميرة الخبز، نزيد نص باكي تاع لا ليفور، نزيد تانيك هنايا 2 مغارف معمرين مليح تاع حليب بودرة، وزيد تانيك مغرف تاع السكر. هنا ما بانتش في نص مغرف تاع السكر، هنا ما بانتش المكونات. نخلط تانيك هذوك المكونات للمرة الثانية، نحط عليهم لهنا شوية تاع حشيشة والمعدنوس، وزيد شوية تاع لي زعب دو بروفونس، ونزيد نص كاس تاع الزيت، ونبدا نلم لهنا دوك في العجينة تاعي. انا دائما تدي لي كاس ونص الماء دافي لهنا، وهنايا انا بديت خليت 4 كاس باش نشرب، بالك سميد يشرب بالك لا بصح دائما تدي لي كاس ونص، كلات لي مام هذاك الربع اللي خليته. ومن بعد لميت كامل العجينة تاعي. العجينة ما تجيش يابسة وما تجيش طرية بزاف، راكو تشوفوا فيها لهنايا. حطوها فوق البلون طخافاي تاعكم، في البداية تكون تلصق، إن فوا تعجنوها هكذاك واحد الدقيقة حتى لدقيقة ونص، تقدروا تروحوا حتى 2 دقايق، راح تولي ما تلصقش في يديكم. والصورة راهي توضح لكم كل حاجة. شوفوا لهنا بعد ما عجنتها ولات العجينة تاعي ما تلصقش كامل في اليد. كان طلبتها هاد الأخت، قالت لي كل ما نديرها تجيني يبسة بزاف بزاف. هاني البيت لك طالب، شوفوا العجينة كيفاش تجي طرية ما تلصقش في اليد، ومام طون تقدروا تخدموا بها. دوكا حطوها لهنايا تخمر، ونروحوا ديريكتومون للحشوة تاعنا. هنا حكمت المقلة تاعي ولا قديرة ولا كيما تحبوا، حطيت فيها 2 مغارف تاع زيت المائدة و 2 مغارف تاع زيت الزيتون. اللي ما تحب زيت الزيتون تحط الزبدة ولا لا مارغارين كيما تحب لهنا، ولا السمن كيما تحبوا. حطيت بصلة تكون كبيرة، قليتها بعد ما قطعتها هكذاك اوندي، ومن بعد زدت عليها لهنايا السلق ودبلته. بعد ما تبالي السلق مليح مليح وجاي يدخل الطياب مليح، زدت عليه حبيبة تاع الطوماطيش متوسطة، وبديت نتبل لهنايا. حطيت شوية تاع الملح، شوية تاع، حطيت 3 سنينات تاع الثوم يكونوا كبار، حطيت تانيك راس الحانوت، القصبر، شوية فلفل أسود، شوية تاع الفلفل الدريس اللي هو فلفل حمر الحار، وشوية تاع البابريكا. من بعد نخلط كل حاجه. هنا ما نزيدش الماء باسكو الطوماطيش فيها الماء، نقص الغاز، نغطي القدر تاعي ونخليه يطيب على نار قليله حتى يطيب لي تماما هذاك السلق. ومن بعد حكمت لهنا مقيله، زيت حطيت فيها شويه تاع الدجاج سكالوب قطعته هكذايا رقيق، حطيت له شويه تاع الملح، وزدت تانيك لهنا نص مغرف تاع لاموطاد، وزدت تانيك لهنا حكمت عصرت قيس مغرف هكذاك تاع القارص، شويه تاع لي زام دو بروفونس، وزيد درت نفس التوابل اللي درتهم في السلق تاعي. خلطت كل حاجه، نقصت النار وخليت الدجاج تاعي حتى طاب لي. اين فوا طاب الدجاج، دوك لهنا نزيد له كمشه تاع الزيتون بعد ما نحيت هذاك العلفه اللي راهي لداخل. نخلط لهنايا مليح مليح دائما على نار قليله باش هذاك الزيتون يزيد يتشرب لي من التوابل تاع هذاك الدجاج تاعي السكالوب. ومن بعد لهنا بعد ما درت هكذاك شويه هذاك الزيتون شرب شويه توابل، زدت حطيت هذاك السلق اللي كان طاب لي ديجا هاوليك لهنايا وحطيته. هنا كانت عندي ربطه صغيره تاع السلق، ماهوش يبان لكم في الكاميرا مليح مليح هذاك لي فاي تاوعو. اين فوا يندمجوا مليح هذوك العناصر كامل مع بعض، نزيد عليها الحشيشه، نخليها على نار قليله شويه ونطفي عليها. كانت العجينه خمرت لي لهنايا، دوك نحيها من الغيسيبيون. وهنا بدون عجين ما تجيش تروح ديغازيوها لهنا، لا احكموها ديريكتومون بلا ما ديغازيوها، وسيو طلقوها هكذايا ان بودا. انا حنقسمها لهنايا 4 خبيزات تاع الكسره. كي نكون نقسم في الخبيزات تاوعي نقسم 4، ومن بعد هذيك الخبزه نقسم وحده تكون شويه كبيره وحده صغيره، وحده شويه كبيره وحده صغيره، هكذا حتى نكمل 4 خبيزات تاوعي كامل. والصوره راهي توضح كل حاجه. دوك لهنا نحكمهم هذوك لي بول،
هذيك العجينه نحكمها نديرها هكذايا كويرات، ونحط الكبيره من الفوق والصغيره نحطها من تحت هكذا باش ما نغلطش. لازم الصغار نستفهم على جهه والكبار على جهه هكذا باش كي تكوني تخدمي ما رايحاش تغلطي هكذايا. بعد ما استخدمتهم كامل الكويرات هنايا نخليهم يزيدوا يرتاحوا شويه، علاش؟ باش يعطوني برك الطوع باش نقدر نرفدهم وندير. وكي تكونوا تطلقوا فيهم لهنايا ما تحتاجوش يعني لا زيت لا فرينه. راكو تشوفوا العجينه مالغي راهي طريه وتلصق في اليد شويه، بصح تقدري تخدميها فاسيلمون. ولا ما قدرتيش تقدري ترشي شويه تاع الفرينه. احكمي هذيك الصغيره اللي قلت لكم الكويره اللي درتوها الصغيره احكموها تلقوها هكذايا على شكل دائري، ومن بعد احكموا السنيوة تاعكم بيسك راح نطيبوها في الفرن، حطوها هي الاولانيه من تحت. ومن بعد احكمي الحشوه تاعك اقسميها على اربعه. الحشوه تاعك بيسك درنا لهنايا 8، وهنا السمك لازم يكون 2 مليمتر، ما ديروهاش خشينه بزاف، ما ديروهاش رقيقه بزاف باش ما تجيكمش غير الخبز وما تجيكمش تانيك. لو كان ترقوها بزاف بزاف راح تجيكم يابسه. ديروها هكذاك واحد 2 مليمتر حتى 2.5 هكذاك. ومن بعد حطوا الحشوه قلت لكم قسموها على اربعه، ومن بعد زيدوا شويه تاع الفرماج. تعرفوا السلق باللي يحب بزاف الفرماج باش يجي بنين. انا حطيت شويه بورسيون زدت لهنايا شويه تاع الفرماج غابي اللي نديرو في البيتزا. ومن بعد حكمت هذيك العجينه الكبيره زدت طلقتها تانيك 2 مليمتر، لا درتوها 2 ولا 2.5 كيما تحبوا. وديروها واش علي تجيكم شويه كبيره، يعني هنايا ما تخافوش المبتدئات، شوفوا تجبدوا للفوق وخدموا. هاد العجينه راح تعطيكم الطوع بزاف بزاف، تقدروا تخدموها يعني فاسيلمون. ومن بعد بداو لهنايا رقوا الجوانب مليح مليح، عبزوا عليها مليح باش تغلق لكم باش ما تحلكمش في الفرن. هاكا شوفوا كي نصيب ان بارتي شويه كبيره نسحبها للفوق ومن بعد نغلق هكذايا. راكو تشوفوا الصوره راهي توضح مليح مليح. هنايا بالعاني ما حبيتش نزرب المقطع باش يفهموني مليح مليح المبتدئات. نعبز مليح على هذوك الجوانب راح يوليو لي بالطبع لهنايا شويه رقاق. واش ندير كيما نديرو واسمها كسرة الرخصاص تاعنا ولا الفطيرة ولا شوفوا هنا راهم رقاق، تعاودوا تلموهم هكذايا كيما نديروا الرخصاص تماما، تعاودوا تلموها راح تجيكم يعني كيف كيف كيما الكسرة تجيكم نيفو واحد كيما نقولوا هكذا. بعد ما تكمليهم كامل حكمي شوية تاع زيت الزيتون دهنيهم من الفوق، ومن بعد حكمي هكذا مغرف ولا موس ولا كش حاجة سي يديروا لهنايا ان بتي شوميني. علاش كي تكونوا تخدموا في الكسرة تاعكم راح تشوفوا الهواء راهو لداخل هكذا باش ما تجيكمش لابارتي فوقانية مفصلة على الأخرى. ديروا ان بتي شوميني وطيبوها لهنايا على أقصى درجة، الفرن لازم يسخن مليح مليح وطيبوها على أقصى درجة. والنتيجة راكو تشوفوا فيها بعينيكم، شوفوا كيفاش تخرج ما شاء الله، تجيكم يعني قد الحشوة قد كيما نقولوا الخبز تاعكم، ما تجيكمش يعني معمرة غير الخبز وما تجيكمش خشينة وما تجيكمش رقيقة. راكو تشوفوا في النتيجة وتجي قطنية، شوفوا لهنايا كيفاش تخرج ما شاء الله. ان شاء الله تكون الأخت فهمتني. ما بقى لي غير نقول لكم كالعادة دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو واحد آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.